اليوم كنتواجدوا هنايا مع الاخوان ديالنا المهنيين بعد ما كان نقاش حاد مع الاخوان في هذه المحروقات اللي كتشوف هذا الارتفاع اللي ارتفع مهول جدا، وكنا كنشوفوا بان ماده المحروقات انخفضت بشكل كبير، يعني حتى 93 دولار، يعني كان المفروض اننا نديروا المازوت ب 8 درهم او 7 درهم اونص، اليوم باقي كنديروه ب 17 درهم، والله ما هذا منكر. اليوم كان تصل غضب ديال المهني، لان المهني كل ما يخرجوا الشارع كانت ظرفيه ديال العيد كبير، الناس صبرت العيد كبير على اساس انهم يقتديوا الحاجيات ديالهم وكذا، ولكن راه وصل السيف الزوبه. باش نخرج باش نكونوا واقعيين، اليوم رحنا غادي نتصافدوا، رحنا كنهضروا كمسؤولين غادي نتصافدوا، لان ما بقاش قادر نصبروا، لان المهني ولا كيعاني، المهني ولا كيعاني. السلام عليكم. الناس حطوا الصوارت، راه حطونا الصوارت هذا الصباح ديال سياره الاجره، المواطن حتى هو راه كيعاني، كلشي كيعاني. اليوم كنطالبوا من الحكومه ورئاسه الحكومه ان تاخذ على الاعتبار هذه ماده المحروقات اللي هي ماده حيويه اللي كتشمل جميع الامور. حنا ملي كنتكلموا راه ما كنتكلموش على المهني، ما كنتكلموا على المواطن، حنا مواطنين، حنا كنهزوا سيارتنا الخاصه، يعني هذا مشكل، ومشكل كنطالبوا ان ماده المحروقات انها تنخفض، راه خلق احتقان كبير، وحنا في غنى على ان تكون مظاهرات في البلاد، وتكون الحمد لله بلادنا بلاد الامان، وما بغيناش نخرجوا بهذه الانتفاضات، ولهذا الكل كيشوف فينا، والكل ما كيراعيش لهذه الشريحه ديال الطبقه الضعيفه، لان الكل تمس بهذه الماده هذه، ولهذا رحنا قررنا باش نخرجوا بموقف ديالنا، لموقف صارم في هذا الامر هذا، باش نكونوا واقعيين. حنا بدينا هذه المرحله هذه اللي غادي نعموها تكون وطنيه ان شاء الله، اللي ما يمكنش، لان حنا مسؤوليه، عندنا مسؤوليه ديال المهنيين، وبالتالي حنا كنتفرجوا في هذا الامر هذا، وحنا راه بالتالي حنا نخرجوا في موقف من المواقف في الشان هذا، لان كنشوف رئيس الحكومه في نوم عميق جدا، الناس مسؤولين كيتفرجوا فينا، ما كاين حتى شي تحرك في هذا الشان هذا، كيقولوا بان عطاونا شي دعم، كاين لا دعم لا والو، اعانه رذيله جدا، باقي لدابا ما كيعطيوهاش الاخوان. واش انا كندير 5000 درهم ديال المحروقات اللي تزادت عليا من جيبي، وكتعطيني 1600 درهم، كنقسموا حنا ثلاثه الشوافر، كي غنديروا ليها؟ راه الشعب راه باغي الهدنه في البلاد، ولكن غادي يبقاو تيفيدوا ويخرجوا للشارع، وحنا راه المسؤوليه، راه كيتحملوا المسؤوليه ديال الانتفاضه في الشارع، كيتحملوا المسؤوليه ديالهم. بالنسبه لهاد الزياده اللي تنشوفوا ديال المحروقات اللي يعني تضروا منها المهنيين بزاف اللي عندهم احتكاك بهذه الماده يوميا، الان تنشوفوا ان البرميل ولا السعر ديالو 93 دولار وباقي الثمن ديالو هو اللي بغيت نقول هو ان المهنيين تيطالبوا بمحطات يعني مدعمه باش يكون واحد الغازوال مهني، اولا يكون يعني الثمن اللي في العداد يكون يعني مناسب للثمن ديال الغازوال، نمشيو اون باراليل، طلع الثمن ديال الغازوال يطلع الثمن في العداد، انزل الثمن في العداد، ما باش نبقاو خدامين. واخا انا ما حبيتش هذه الفكره، لان المواطن الله يحسن العوان، ولكن حنا راه ما بقينا تنديو معنا حتى شي حاجه، اللهم ان هذا منكر.